أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون العلم بالله أحد أركان الإيمان بل هو أصلها وما بعدها تبع لها ومعرفة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى هي أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته. والقرآن كله يدعو الناس إلى النظر في أسماء الله وصفاته وأفعاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب. والله سبحانه وتعالى يحب من يحب ذكر صفاته. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بأن الله يحبه لما قال: إني لأحبها لأنها صفة الرحمن. فأسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء، وصفاته أكمل الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وحينما ذخرت آيات الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتكرار ذلك مئات المرات وورود ذلك بكثافة في السنة النبوية المطهرة، لم يكن ذلك ضربا من العبث، وإنما لحكم متعددة. فتكرار هذه الأسماء وفهم معانيها وفهم المراد من تسمية الله تبارك وتعالى لنفسه بهذه الأسماء مما يربط العبد بربه، وإلا كيف يرتبط الإنسان بشيء لا يعرفه ولا يعرف صفاته ولا يعرف مدلولات هذه الصفات؟ الكثير من آيات الله تبارك وتعالى تدعو إلى معرفة الله وإلى معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. لم يقل عدها، بل قال أحصاها. وما الفرق بين العد والإحصاء؟ العد كأن أقول أن في هذا المسجد مثلا 100 مصلي، أما الإحصاء فأني أعرفهم واحدا واحدا، وأعرف حالته النفسية والاجتماعية، وأعرف كل شيء عنه. إن كل ما في السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ولقد جاءت في القرآن الكريم آيات صريحة ونصوص واضحة فيها الدعوة إلى العلم بأسماء الله وصفاته
وفيها الدعوة إلى العلم بمعرفة الله تبارك وتعالى. ففي القرآن الكريم قرابة 30 آية كلها تدعو إلى معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. واعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلموا أن الله غني حميد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحديث اليوم بحول الله تعالى عن اسم من أسماء الله عز وجل، ورد ذكره في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا فقال: أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الاسم المبارك هو اسم الشافي. وقبل أن أتحدث عن هذا الاسم المبارك لا بد من مقدمة تتقدم بين يدي هذا الاسم. فالله سبحانه وتعالى ثبت القوانين في الكون، مليارات القوانين ثابتة لمئات ملايين السنين. فخصائص المعادن مثلا ثابتة، هذا الحديد الذي يستخدم في البناء لو تغيرت خصائص الحديد لانهار البناء. الذهب الذي يدفع الناس فيه أموالا طائلة لو تغيرت خصائص الذهب لخسر الناس ثمنا. كذلك خصائص البذور ثابتة، فإنك تزرع بذرة معينة فإنها تنتج كما زرعت لا تتغير. تزرع بذرة الفاكهة فتخرج فاكهة، تزرع بذرة الخضروات فتنتج خضروات. كذلك دورة الأفلاك ثابتة، فمن الممكن بحساب فلكي دقيق أن يقال لك أن الشمس سوف تشرق في عام 2080 في 18 من شهر مايو في الساعة 5:04. لولا هذه القوانين ما استقرت الحياة ولا انتظمت الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها لم يثبت قانونين، قانون الصحة قد ينعم الإنسان بصحته وقد يفقدها، وقانون الرزق فقد تأتي الأمطار غزيرة وقد تشح السماء، والإنسان كما تعلمون حريصا كل الحرص على صحته وعلى رزقه حرصا لا حدود له. ولعل في ذلك تأديبا لنا، لماذا؟ فالإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، جيء به إلى هذه الدنيا ليدفع ثمن الجنة. ما هو ثمن الجنة؟ جيء به ليعبد الله تبارك وتعالى وأن يمشي ويتحرك حسب منهج الله تبارك وتعالى، هذا هو ثمن الجنة، عبادة الله والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، هذا هو ثمن الجنة. وما أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان من شهوة إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري من خلالها. فليس في الإسلام حرمان، لكن في الإسلام تنظيم.
إذن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده إذا أخطأ العبد أدبه إما بصحته وإما برزقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا ما سنه الله عز وجل في هذين القانونين، قانون الصحة وقانون الرزق. فالعبد إذا أخطأ قد يحرم بعد الرزق بعد رزقه بالمعصية. كذلك شاء الله سبحانه وتعالى لنا أن نمرض، ولعل في هذا المرض تربية لنا، لأن الإنسان كما تعلمون حريص على صحته وعلى رزقه. شاء لنا الله سبحانه وتعالى أن نمرض، فقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا تحدثنا عن هذا الاسم المبارك من الزاوية العلمية، اسم الشافي، كيف نفهم أسماء الله تبارك وتعالى؟ لماذا سمى الله عز وجل نفسه الشافي؟ إذا نظرنا إلى الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى أودع فيه جهازا يسمى جهاز المناعة، وهذا الجهاز عبارة عن جيش نظامي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. قوام هذا الجيش ما يسمى بخلايا الدم البيضاء، أو بالمعنى الدارج كرات الدم البيضاء. نحن نعلم أن هناك مادة في دم الإنسان تسمى البلازما، هذه مادة تمثل نصف محتويات الدم، تتكون من ثلاث خلايا أو عناصر، منها كرات أو خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. خلايا الدم الحمراء كما تعلمون فإنها تحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنسجة الجسم، وتأخذ ثاني أكسيد الكربون من جميع أنسجة الجسم إلى الرئتين للتخلص منه، كما أنها تقوم بنقل الطعام من الجهاز الهضمي إلى جميع أنسجة الجسم، كما أنها تحافظ على مادة الهيموغلوبين من أن تتحلل. الخلايا الثانية هي خلايا الدم البيضاء أو كرات الدم البيضاء أو كريات الدم البيضاء، وهذه التي يتكون منها جهاز المناعة في الإنسان، ويوجد في كل ملي متر مكعب من 4000 إلى 10000 كرة دم بيضاء. تتكون أو يتكون جهاز المناعة من فرق من هذه الكرات. الفرقة الأولى وهي تسمى فرقة الاستطلاع أو فرقة الاستخبارات، وهي مهمتها معلوماتية فقط، فإذا دخل إلى جسم الإنسان جرثوم من الجراثيم فإنها تتجه نحوه وتقترب منه، ثم تأخذ شفرته الكيماوية ثم تعود دون أن تقاتله، ثم تتجه بهذه الشفرة الكيماوية إلى مؤسسة معامل الدفاع، وهي تقع في الغدد الليمفاوية في الجسم. يوجد في الغدد الليمفاوية فرقة ثانية تسمى فرقة تصنيع السلاح،
هذه الفرقة تأخذ الشفرة الكيماوية للجرثوم ثم تقوم بصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم، ثم تحتفظ بهذا المصل في ذاكرة الفرقة. فلو مثلا أعطينا طفلا من الأطفال مصلا أو لقاحا، يعني المصل أو اللقاح هو عبارة عن جرثوم مضاعف، ثم عاد المرض بعد 70 عاما، وجد الملف الخاص بهذا المرض، ولولا ذاكرة هذه الفرقة ما كان هناك من معنى لهذه اللقاحات أو المصول التي يأخذها الأطفال. ثم يأتي دور الفرقة الثالثة وهي فرقة المقاتلين، فتقوم بأخذ هذا المصل المضاد للجرثوم ثم تتجه نحو الجرثوم، فتقوم بينهما معركة شرسة. أحياناً يرى الإنسان في جسده ورماً خفيفاً أو ثم يتحول هذا الورم إلى بقعة بيضاء مليئة بالقيح، فهذه نتيجة من نتائج المعركة التي قامت بين فرقة المقاتلين وبين الجرثوم. فإذا حسمت المعركة لفرقة المقاتلين يأتي دور الفرقة الرابعة وهي فرقة الخدمات، فتقوم بتنظيف أرض المعركة وإزالة آثار العدوان. سبحان الله. وهناك فرقة خامسة اكتشفها العلماء في عام 1967، وهي تسمى فرقة المغاوير أو بالمعنى الأجنبي الكوماندوس. هذه الفرقة مهمتها هي اكتشاف الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا ثم تلتهمها. وتوجد في الإنسان غدة تسمى التايموس. هذه الغدة قال عنها الأطباء أنها غدة لا وظيفة لها ولا فائدة منها، ثم اكتشف أخيرا أنها أخطر غدة في جسم الإنسان ويتوجد بجانب القلب. هذه الغدة عبارة عن مدرسة حربية تدخل إليها كرات الدم البيضاء، تمكث فيها سنتين تتعلم فيها من هو الصديق ومن هو العدو. سبحان الله. جهاز المناعة في الإنسان يقويه الأمن والحب والود، ويضعفه الخوف والقلق والحقد. أيها الإخوة المسلمون، لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الجهاز في أجسامنا ما كان لنا أن نستطيع العيش. فكل شيء في جسم الإنسان يدل على اسم الشافي، كل شيء في خلق الإنسان يدل على اسم الشافي، كل شيء حول الإنسان من بيئة وإنسان وحيوان وماء وهواء تدل على اسم الشافي، كل شيء في بنية الإسلام الإنسان التشريحية تدل على اسم الشافي. فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمراض أعراضا لما أمكن لنا الشفاء منها. لذلك تعد الأمراض التي لا أعراض لها من أخطر الأمراض كالأورام مثلا. فالله سبحانه وتعالى رحمنا بأن جعل للأمراض أعراضا، وهذا هو أول طريق الشفاء. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان بنية واحدة. الإنسان في أي زمان وفي أي مكان بنيته التشريحية واحدة، فقد يدرس الطبيب الطب في أمريكا ويعالج الإنسان في الصين. ولولا هذه البنية توحد هذه البنية التشريحية لما أمكن لنا أن نتابع الطب في بلد ونعالج المرضى في بلد آخر، وما كان لنا أن نصنع الدواء في بلد وأن نستخدمه في بلد آخر. كل هذا ينضوي تحت اسم الشافي. والله سبحانه وتعالى طلب منا وأراد منا أن نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ونتوكل على الله وكأنها لا شيء.
إذا أصاب الإنسان مرضاً فإنما يتوجه إلى الله عز وجل من أعماق قلبه: اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ثم يذهب إلى أفضل طبيب، ثم يقوم بتنفيذ تعليمات الطبيب بدقة بالغة. هذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة المسلمون، من آثار الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الشافي بأن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الشافي، لا شافي إلا هو، لا شفاء إلا شفاؤه، ولا يرفع المرض إلا هو سبحانه وتعالى، سواء كان مرضاً بدنياً أو مرضاً نفسياً. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا وجعل له شفاء. كذلك من الأسباب التي يأخذ بها الإنسان للشفاء من الأمراض هو الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرار، سبع مرات، سبن تايمز، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض. كذلك جعل الله عز وجل الشفاء في العسل وفي الحجامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعل شفاء أمتي في شربة عسل وفي شرطة محجم وفي الكي، وأنا أكره الكي. كذلك في الحبة السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، السام هو الموت، ماء زمزم. فما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ماء زمزم لما شرب له. توجد لفتة لطيفة في القرآن الكريم حول هذا الاسم المبارك، يقول الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لو دقق الإنسان في سياق الآيات: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، من سياق الآيات يمكن أن نقول: وإذا أمرضني فهو يشفين. لكن الله عز وجل لم ينسب المرض لنفسه سبحانه وتعالى، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. أي أن الخطأ من الإنسان، لو أن الإنسان اتبع القواعد الصحية التي جاءت بها رسالات الأنبياء والرسل لقل المرض إلا أن يشاء الله. يوجد مستشفى في ألمانيا كتب عليه: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، عن محمد بن عبد الله. هذه العبارة مكتوبة في أحد المستشفيات في ألمانيا. وهذه القاعدة أو هذا القول يعتبر كلاما أساسيا في الطب الوقائي، ولقد أبدع الإسلام في هذا المجال، مجال الطب الوقائي، ولكن الوقت لا يتسع لذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارفع ذكرنا وضع عنا أوزارنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا وانصرنا على من عادانا وارحمنا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وقم الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال لقد كنتم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.